اهلا ومرحبا بكم مع لقاء جديد من علوم الدار اقدمه لكم انا سهيل الزبيدي وفي نشرتنا لليوم. رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده. وسيف بن زايد يشهد حفل تخريج الدورة الثانية والخمسين ودورة الإناث الثانية عشرة من المرشحين الطياري. السلام عليكم ورحمة الله. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي علي خان إسماعيلوف رئيس وزراء جمهورية كازاخستان. الإمارات والبحرين الفرح مشترك والمجد واحد. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة. بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لمملكة البحرين قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قال عبر حسابه الرسمي في تويتر: نهنئ الملك حمد بن عيسى وأهلنا في مملكة البحرين الشقيقة باليوم الوطني ونشاركهم بسعادة ومحبة أفراحهم، نتمنى للبحرين وشعبها دوام الخير والازدهار. بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لمملكة البحرين قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة عبر حسابه الرسمي في تويتر: نبارك لجلالة الملك حمد بن عيسى والشعب البحريني الشقيق بمناسبة اليوم الوطني. الإمارات والبحرين علاقات أخوية راسخة وتاريخ مشترك ترعاها قيادتا البلدين، حافظ الله البحرين وأهلها وأدام عليها العز والتقدم والاستقرار. بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لمملكة البحرين قال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين عبر حسابه الرسمي في تويتر: تهانينا لجلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله ولشعب مملكة البحرين الشقيقة باليوم الوطني، وتمنياتنا الخاصة بدوام الازدهار والتطور، وكل عام والمملكة بحكمة قيادتها في عز ومجد. رفعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات رفعت أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 51 للمملكة. حضر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حضر حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة الشيخ خالد بن عبد الله بن علي بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة، ذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده وذكرى تولي جلالة ملك البحرين مقاليد الحكم. وهنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان السفير البحريني وبارك للشعب البحريني الشقيق احتفالاته بهذه الذكرى الوطنية الغالية، متمنيا للمملكة الشقيقة دوام التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين.
حقيقة نحن اليوم سعداء بإقامة حفلنا في بلدنا الإمارات، في عاصمتنا في أبوظبي، هذه العاصمة الجميلة اللي دائما تحتضن الأخوة والأصحاب والأهل. حقيقة اليوم احنا ما نشعر ان احنا غرباء او احنا بعيد عن البلد، الكل يساندنا، الكل من اهل الامارات واقف ويانا اليوم، وهذا شعور جميل يعطينا دائما بالارتياح النفسي، يعطينا يحملنا على عاتقنا جميل اكبر، ويحملنا يعني ثقل من المحبه والموده اللي احنا طبعا كنا للامارات، والامارات نعرفنا يكنون لنا، لكن احنا دائما احنا والامارات دائما في مركب واحد في جميع المحافل إن شاء الله، والله يعود علينا وعليكم خير وصحة وعافية، وإن شاء الله دائما نشوفكم في أفراح يا رب العالمين. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة تولى مقاليد الحكم خلفا لوالده الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة رحمه الله، فأصبح أميرا على البحرين في السادس من مارس من عام 1999، وملكا عليها في الرابع عشر من فبراير من عام 2002. إضاءات على مراحل مهمة من مسيرة جلالة الملك حمد بن عيسى في تقرير الزميل علي النعماني. في 27 من يونيو عام 1964، وعندما كان يبلغ من العمر 14 عاما، تولى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ولاية العهد لدولة البحرين آنذاك، ثم ذهب للدراسة في المملكة المتحدة، وتخرج سنة 1968 من كلية مونز الحربية للضباط، كما درس جلالته في أكاديمية ساند هيرست. وعلى إثر عودته إلى البحرين وخلال فترة ولايته للعهد قام بوضع خطة لإنشاء قوة دفاع البحرين، وظل جلالته متبوئا منصب القائد العام لقوة دفاع البحرين منذ بداية تأسيسها وحتى توليه مقاليد الحكم، كما تم تعيينه رئيسا لمديرية الدفاع، وأصبح عضوا في مجلس الدولة ووزيرا للدفاع عام 1971 عند تشكيل مجلس الوزراء. ثم التحق جلالته في 1972 بكلية القادة والأركان بالجيش الأمريكي، وبعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية انهمك بشكل جاد في العمل على دفع عجلة التطور والتوسع في بلاده بصورة عامة وفي قوة دفاع البحرين بصورة خاصة، ثم تم تعيينه رئيساً للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عام 1975. وبعد أن قضى 35 عاماً ولياً لعهد البلاد تقلد فيها كثيراً من المناصب واكتسب كثيراً من الخبرات، تولى جلالته الحكم أميراً للبحرين يوم 6 من مارس عام 1999. ورغم توليه مقاليد الحكم يوم وفاة والده، إلا أنه آثر استمرار احتفال البلاد بعيدها الوطني يوم 16 من ديسمبر الذي يصادف تولي والده، ليؤرخ بالتاريخ نفسه ذكرى عيد الجلوس. وتعد ذكرى عيد الجلوس واليوم الوطني إلى جانب كونها مناسبة وطنية مهمة، تعد فرصة يعبر فيها أهل البحرين عن مشاعر الفخر والامتنان والتقدير لقائد نهضة بلادهم على مدار 23 عاما. عند تسلم الملك حمد الحكم بدأ بحملات إصلاحية في البلاد هدفها تحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي، فبعد نحو عام من توليه الحكم أصدر الملك حمد قراراً بتشكيل لجنة وطنية لإعداد ميثاق العمل الوطني، وبذلك تحولت البحرين في فبراير عام 2002 من إمارة إلى مملكة، وأصبح حمد بن عيسى الخليفة ملكاً على البحرين. ويعد ميثاق العمل الوطني وثيقة تاريخية احتوت على مبادئ عامة وأفكار رئيسة، الهدف منها إحداث تغييرات جذرية في منهج العمل والأداء، وأصبح هذا الميثاق الوطني القاعدة الأساسية لجميع التغييرات السياسية التي شهدتها المملكة في عصرها الإصلاحي الشامل. وعلى صعيد السياسة الخارجية، فقد واصلت مملكة البحرين جهودها ومساعيها من أجل تعزيز علاقاتها بدول العالم كافة والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في كل المحافل والمنابر الدولية. في عهد الملك حمد بن عيسى تحتفل مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وهي تتطلع للغد بمزيد من التفاؤل والأمل في ظل ما تشهده البلاد من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات.
شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شهد حفل تخريج الدورة 52 ودورة الإناث 12 من المرشحين الطيارين في كلية خليفة بن زايد الجوية. وضمت هذه الدورة مرشحين من عدد من الدول الشقيقة. بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تليت بعد ذلك آيات من الذكر الحكيم، ثم مر الخريجون أمام المنصة الرئيسية في استعراض عسكري مميز وأدوا قسم الولاء، حيث أقسموا بالله العظيم على أن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات العربية المتحدة ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، وأن يحافظوا على أمن دولتنا واستقلالها وأن يحموا حدودها وسماءها وأن يطيعوا الأوامر الصادرة من رؤسائهم وينفذوها في البر والبحر والجو ويحافظوا على سلاحهم. واختتم حفل التخريج بتسليم سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الجوائز على أوائل الخريجين. شهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مساء اليوم شهد حفل تخريج دفعة رواد المستقبل من طلبة الأكاديمية للعام الدراسي 2021-2022 والذي أقيم في مقر الأكاديمية بأبوظبي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والدبلوماسيين وعائلات الخريجين. وشهد حفل هذا العام تخريج 51 طالبا وطالبة ضمن الدفعة 7 من دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، والدفعة 4 من برنامج ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، والدفعة 1 من برنامج ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية. عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق أبوظبي للتنمية اجتماعها الأول لعام 2022 برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق رئيس اللجنة التنفيذية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. ونوقشت خلال الاجتماع المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال، واستعرضت طلبات التمويل الخاصة بالمشاريع التنموية في الدول النامية واتخذت القرارات المناسبة في شأنها. افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي افتتح المركز المتكامل للدراجات الهوائية التابع لنادي أبوظبي للدراجات في جزيرة الحديريات. ويعد هذا المركز الذي يضم مرافق رياضية متطورة لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. وطلع سموه على مختلف المرافق المتاحة في المركز لخدمة مجتمع الدراجين من محترفين وهواة في إمارة أبوظبي، إلى جانب جهود النادي وخططه لنشر ثقافة ركوب الدراجات الهوائية لدى أفراد المجتمع ترسيخا للقيم الرياضية من خلال تبني أسلوب حياة صحي. علوم الدار مستمرة وفيها بعد الفاصل. الإمارات والبحرين علاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة. أوقف دائرة العنف وتواصل معنا على 800-7283. حمل التطبيق الآن وكن باعثا للأمل. نمر طوال حياتنا بتجارب مختلفة، بعضها يكسرنا وبعضها يغيرنا بشكل أو بآخر، لكن بالقليل من الرعاية والعطف والحب يمكننا إصلاح من كسر عند الآخرين وجعلهم قادرين على الوقوف من جديد. ها
هنا في مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية إيواء، نقدم خدمات متكاملة هدفها إعادة بناء الأفراد نفسياً وجسدياً. نعطي الأولوية للتعافي والتمكين من خلال برامج إعادة التأهيل، والتي تشمل العلاج الاجتماعي والنفسي والإرشاد الأسري والدعم القانوني. ومن خلال خدمات الرعاية الصحية الشاملة للتقييم والرعاية الطبية، بالإضافة إلى دور الإيواء لدينا والتي تعتبر ملاذاً آمناً للجميع. وعندما تكتمل عملية تمكين الأفراد، نحرص على إدماجهم مجدداً في المجتمع. وفي كل يوم نجمع الأجزاء المكسورة ونسعى لتحويلها إلى قطعة من الجمال. أوقف دائرة العنف، اتصل بإيواء. حمل التطبيق الآن وكن باعثاً للأمل. أوقف دائرة العنف وتواصل معنا على 800-7283. مرحبا بكم من جديد. العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بمملكة البحرين علاقات خاصة ومتجذرة، أثبتت نفسها في مختلف التحديات التي صادفتها عبر تاريخها الطويل. كثير مما يجمع الإمارات بالبحرين من علاقات في تقرير الزميل حمد علي. هناك في قلب الخليج العربي توسط مكانها، وفي قلوب أبناء الخليج نبض حبها. تلك هي البحرين، أرض الخير الوفير والتاريخ العريق والرجال الأوفياء. اللغة والهوية والإرث الثقافي والتاريخ المشترك كلها عوامل شكلت أساساً راسخاً لعلاقة دولة الإمارات العربية المتحدة بمملكة البحرين الشقيقة. ثبت الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراهما دعائم التلاحم والتكاتف بين البلدين الشقيقين، وبنوا صروحها من خلال الزيارات المتبادلة واللقاءات المتواصلة والتي أسست لعلاقة استثنائية متميزة. وقد ازدهرت هذه العلاقة التاريخية في ظل الرؤية الحكيمة للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصولاً إلى العهد المبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. اتخذت هذه العلاقة الإماراتية البحرينية منحناً متسارعاً عند إنشاء اللجنة العليا المشتركة بينهما في عام 2000، وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري لتعزيز وتعميق العلاقات في القطاعات الثقافية والاقتصادية والعسكرية، وتنسيق المواقف السياسية في مختلف القضايا الإقليمية والدولية. انعكست العلاقة المتميزة بين البلدين على مؤشرات التبادل التجاري، حيث بلغت نسبة النمو فيها نحو 220% خلال السنوات العشر الماضية، وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك اقتصادي عربي لمملكة البحرين. وانطلاقاً من ثوابت البلدين الراسخة في دعم سيادة الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، فقد عقد البلدان الاتفاقات الإبراهيمية والتي أتت لكسر الجمود في عملية السلام واستئناف المحادثات المباشرة بين طرفي النزاع لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعود بالخير والازدهار على شعوبها. كما يرعى البلدان تعزيز قيم ومفاهيم الأخوة الإنسانية والتعايش السلمي بين الشعوب، وذلك لترسيخ روابط الصداقة والتعاون لما فيه خير الإنسانية. إذن علاقة الإمارات بالبحرين هي علاقة زرعها قادة البلدين في وجدان شعوبهما بالصدق والإخلاص، وسقوها عبر التاريخ بالتواصل والتعاضد في وقت السلم والأزمات، فنمت شجرة الوصل بين الأشقاء وأظلت،
وتفرعت أغصانها وأثمرت حباً وخيراً وتنسيقاً مشتركاً في مختلف المجالات. علوم الدار في كل دار متواصلة، وفيها بعد الفاصل في علوم العالم. اليونيفيل تطالب السلطات اللبنانية بسرعة التحقيق في حادث مقتل أحد عناصرها في جنوب لبنان. حمل التطبيق الآن وكن باعثاً للأمل. أوقف دائرة العنف وتواصل معنا على 800-7283. More and more businesses choosing Abu Dhabi Global Market as their home. Is it the high business standards the city offers? Or because it's the true financial powerhouse of the UAE? Offering stability, scoring first, and mastering the art of finance for generations. ADGM sits in the heart of the Abu Dhabi economic vision, investing in sandbox environments and a modern infrastructure for digital banking. Step through the gateway into the future. Enjoy a business-friendly culture within a globally connected strategic location. Get on board a fast-moving economy powered by the leading financial center in the UAE's capital. Abu Dhabi Global Market, your business capital. حمل التطبيق الآن وكن باعثاً للأمل. أوقف دائرة العنف وتواصل معنا على 800-7283. مرحبا بكم مجددا، ومن علوم الدار إلى علوم العالم وأهم الأخبار العالمية. طلبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل من السلطات اللبنانية سرعة إتمام التحقيقات ومحاسبة مرتكبي حادثة إطلاق نار أسفرت عن مقتل عنصر إيرلندي، وفق ما قال المتحدث باسمها. وكانت القوة الأممية قد أعلنت أمس مقتل عنصر إيرلندي تابع لها وإصابة 3 آخرين بجروح جراء حادثة تخللها إطلاق رصاص على عربة مدرعة في أثناء مرورها في منطقة العاقبية في جنوب لبنان. ووصف المتحدث باسم اليونيفيل أندرياتين نتي الحادث بالخطير جدا، مطالبا السلطات اللبنانية بسرعة حل القضية وتقديم الجنات للعدالة. قال مصدر أمني إن ضابط شرطة قتل أمس في اشتباكات مع محتجين في مدينة معان بجنوب الأردن خلال احتجاجات على زيادة أسعار الوقود امتدت إلى عدة مدن في أنحاء المملكة. وفي بيان قالت الشرطة إن الضابط قتل على إثر تعرضه لعيار ناري في منطقة الرأس في أثناء تعامله مع أعمال شغب. وسبق أن شهدت المدينة اضطرابات سابقة بسبب رفع أسعار الوقود وتخفيض الدعم. هذا وتصاعد التوتر في معان وعدة مدن في جنوب الأردن بعد أيام من اضطرابات متفرقة نظمها سائقو الشاحنات احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.
تنطلق في تونس غدا الانتخابات التشريعية المبكرة لاختيار أعضاء مجلس النواب، والتي ينظمها القانون الانتخابي الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد في 15 من سبتمبر الماضي. ويتنافس في الانتخابات 1058 مرشحا على 161 مقعدا في مجلس النواب في 161 دائرة انتخابية، بينهم 120 امرأة، إلى جانب تسجيل حوالي 9 ملايين ناخب تونسي للمشاركة في عملية الاقتراع. يذكر أن عملية التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية في الخارج قد انطلقت أمس وسط تكثيف للدعوات للناخبين للمشاركة بقوة. في ملف آخر، قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا استهدفت منشآت الطاقة بثلاث ضربات صاروخية، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق. وذكر مسؤولون محليون أن أحدث الموجات الكبيرة من الضربات الصاروخية منذ أكتوبر الماضي استهدفت بنية تحتية مهمة في مناطق منها خاركوف في شرق البلاد، وكذلك منطقة أوديسا على البحر الأسود وفينيتسيا في الغرب الأوسط. وأضافوا أن الكهرباء انقطعت عن خاركوف ومدينة بولتافا في وسط البلاد وأجزاء من كييف إلى جانب منطقة سومي في الشمال. حلم الدار لهذا المساء وصلت إلى نهايتها، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده. وسيف بن زايد يشهد حفل تخريج الدورة 52 ودورة الإناث 12 من المرشحين الطيارين. شكرا على حسن المتابعة، نلقاكم في 9 في أمان الله.